السلام عليكم. لقاء جديد وقصه، مو قصه جديده، قصه دارجه طبعا على الانترنت، لكن احنا حبينا نسوي لكم بطريقه مسهله. اليوم عندنا قصه، هي القصه المقعره، يعني قصه تكون مقعره بالطريقه هذه، وللتزيين طبعا من الخلف زاويه 45 هاي، اللي هي كوف كات او كوف كاتنج، قصة الكهف، لانه مقعر على شكل كهف. انصح صراحه، انا انصح اي شخص، يعني اي شخص جديد على التيبل سو، على منشار القص طبعا، ويعني او خبرته قليله في المنشار القص في التيبل سو، المفروض ما يمارس القصة هذه صراحة، إلا إذا يكون ويا شخص متمكن ممكن يساعده على القصة هاي. فأنا ما أنصح شخص إذا كان جديد أو يعني يستخدم منشار القص يعني فترة قصيرة فقط، يعني فما أنصح صراحة. يعني القصة هي إذا كانت قصة واضحة مقعرة بالطريقة هذه، الطريقة هذه. المهم ما نطول عليكم وايد صراحة، شاهدوا الفيديو والطريقة، وشكل ما نصحكم لا تستخدم الطريقة هذه اللي أنا استخدمها إذا أنت كنت جديد أو ما عندك الخبرة الكافية في استخدام منشار القص اللي هو التيبل سو. خليكم مع القصة المقعرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.